السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الأول الرائعين، اليوم في مادتنا اللغة العربية سوف نتعرف على حركة جديدة وهي الكسرة. سوف نستقبل اليوم حركة جديدة وهي الكسرة يا أول. مكانها تحت الحرف، هي حركة مكسورة رجلها ولا تستطيع أن تصعد وتتحرك، لذلك بقيت تحت الحرف. إذن هي لا تستطيع أن تخرج وتصعد فوق الحرف، إنما تبقى تحت الحرف، وهي ابنة حرف الياء حرف المد. حرف المد الطويل هو ياء، أما حرف المد القصير هي الكسرة. هيا بنا ننطق بعض الحروف المكسورة. انظر إلى حرف الميم، تحته كسرة، نلفظه مي مي وليس مي فقط مي. انظر إلى حرف السين، وتحته كسرة، سي سي. حرف الفاء، وتحته كسرة، في في. أحسنتم. هيا بنا نردد الكلمات التالية وننتبه إلى صوت ولفظ الكسرة. تاميرن تاميرن. ما هو الحرف المكسور يا أول؟ أحسنتم، إنه حرف الميم. وهنا أغسل أغسل. ما هو الحرف المكسور يا أول؟ إنه حرف السين. والكلمة الثالثة أحافظ أحافظ. ما هو الحرف المكسور يا أول؟ أحسنتم، إنه حرف الفاء. هيا ألفظوا حرف الميم وهو مكسور. أحسنتم، مي. وألفظوا حرف السين وهو مكسور. أحسنتم، سي. وألفظوا حرف الفاء وهو مكسور. أحسنتم، رائعين، في. والآن يا أول هيا بنا نضع دائرة حول الحرف المكسور ثم ننطقه. مي، هل هو حرف مكسور؟ نعم. إش، هل هو حرف مكسور؟ لا. سي، هل هو حرف مكسور؟ نعم. ما، هل هو حرف مكسور؟ لا. في، هل هو حرف مكسور؟ نعم. أحسنتم، مبدعين. رو، هل هو حرف مكسور؟ لا. ي، هل هو حرف مكسور؟ أحسنتم. بو، هل هو حرف مكسور؟ أيضا ليس مكسور. أحسنتم. والآن يا أول هيا بنا نرسم الكسرة تحت الحرف الملون. بناية، ما هو الحرف الملون؟ أحسنتم، حرف الباء. هيا ضعوا الحرف والفضوح، بناية. أحسنتم. وهنا أين الحرف الملون؟ حرف الراء، ري، فارس. أحسنتم. وهنا ما هو الحرف الملون؟ حرف السين، نضع عليه تحته الكسرة فيصبح سي، سباق. أحسنتم. هيا بنا نحلل الكلمات إلى مقاطع. قلنا يا أول في قواعد التحليل أن الحرف المتحرك مع الحرف الساكن يخرج سويا مع بعض ونسميه مقطع ساكن. يمشي، كيف نحللها؟ هيا يا مبدعون. يا وام يم. أحسنتم. والمقطع الثاني شي، رائعين. كلمة يسري، يا يس. أحسنتم. ري، يسري. أحسنتم. شرب، ش ري ب شرب شرب. والآن يا أول هيا بنا نورك كب من المقاطع كلمات ثم نلفظها. هيا بنا. يبري، ماذا تصبح؟
أحسنتم، تصبح يبري. يسري، ماذا تصبح؟ أحسنتم، يسري، رائع. والآن يا أول، هيا بنا نقرأ الجملة المكتوبة في الصندوق. شرب شرب رامي، شرب رامي، شرب رامي. أحسنتم.